نرمين، وصلنا لمساحتنا الأولى ورح نحكي فيها عن المهارات الحياتية للتعبير عن المهارات اللازمة للتعامل بشكل فعال مع تحديات الحياة. أكيد بتختلف هالمهارات حسب الأشخاص، أولويات الشخص، طريقة حياته والبيئة أيضا المحيطة فيه. أكيد اليوم بدنا نتعرف على المهارات اللي فينا نكتسبها من الطفولة، كيف فينا ننميها للتأقلم مع الظروف الحياتية، والتفاصيل رح تكون أكيد مع الدكتورة ياسمين بسام الشلبي، اختصاص بالتنمية المجتمعية وعلوم الإرشاد. يسعد لي صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. شكرا كثير لك. يسعد صباحك دكتورة وأهلا وسهلا فيك. عم نحكي عن موضوع كثير مهم، هو المهارات الحياتية وضرورة امتلاكها. بداية خلينا نتعرف من حضرتك عن أهم المهارات الحياتية يلي لازم يمتلكوها الأفراد. تمام. هلا نحن رح ناخذ دراسة معينة ورح نمشي عليها، عبارة هن عن 10 مهارات ضروري الشخص انه هو يتمتع فيهم من خلال حياته، وضروري نغرزهم بعمر مبكر لحتى لما يوصل لأي صعاب بحياته ما يحس انه انا عندي مشكلة ما بعرف حلها، يكون عنده يعني مثل تنمية مهارات تفكير من خلال هي المهارات، سواء كانت عملية ام فكرية. طبعا هالعشر مهارات الكبير الباحثين لعلماء النفس اللي هو روبرت أبستاين، اللي هو مسؤول بالمعهد الأمريكي للسلوك للأبحاث السلوكية والتكنولوجيا بفيستا بولاية كاليفورنيا، هو اللي حدد هالعشر مهارات هاي. أول مهارة طبعاً كلياتهم ضروري يكون في عنا قدرة على وجودهم. شو هن؟ أول وحدة القدرة على أنه يكون في عندي لغة عاطفة ولغة حب، ضروري أنه تتواجد هي اللغة عندي، أنا أعرف أعبر، أعرف أحكي. الشيء الثاني ضروري أنه إحنا نعددهم تعداد وبعدين منفوت إذا بتكون بالتفاصيل. ضروري يكون في عندي تحكم بالانفعالات، ضبط لهذا التوتر اللي ممكن يصير معي، ويكون في عندي إدارة سلوك. صاروا ثلاثة. ضروري يكون في عنا التواصل الاجتماعي يكون قوي كعلاقات اجتماعية، يعني أعرف أعبر عن هذا التواصل. يكون في عندي مهارات حياتية وفكرية، يعني عملية وفكرية، يعني أنا بعرف ساوي الإعداد لإلي، بعرف هيئ حالي وبعرف نفذه، ما يكون عندي جزء ناقص من هدول الثلاثة. ضروري يكون عندي استقلالية لذاتي، أنا كون مستقلة وكون بقدر أعتمد على حالي لما بواجه أي شيء. ضروري أنه أنا حافظ على سلامتي بأي شيء بتعرض له كمخاطر، وكمان أنه أحترم الاختلاف بين الشريعة، المذهب، الطريقة المتبعة للطرف الآخر. لما بيكون في عندي هي الأشياء مجتمعة بوصل لأن يكون إنسان سوي، أني أقدر أنا وازن. ضروري يكون في عندي قدرة بالإضافية على التعلم والتطوير. هي الأشياء كمهارات حلو أنه تكون موجودة عنا العشرة. طب ممكن تقولوا لي انه طب هدول كتار، يعني انه 10 مهارات وكتير فيهم تفاصيل، زرعهم وغرسهم بيقوم من فترة الطفولة المبكرة اذا نحن بدنا نشتغل على الاطفال. بس انا هلا ما عم بحكي بهي النقطة على الطفل، عم بحكي نحن ككبار ما بنعرف هي المهارات ونحن هلا سمعناها، فنحن فينا نطبقها، فينا يعني مثلا ناخذ اول شيء مثلا لغة العواطف، لغة المحبة. رح نعطي مثال عملي. في عنا كتاب كتير متداول صار وصاروا الأغلبية بيعرفوا، اللي هو كتاب لغات الحب الخمس. هذا الكتاب بيخليني أعرف الطرف الآخر كيف بيفكر، كيف بيحب أني أنا أكون معه. يعني مثلا ممكن تكوني حضرتك عم تتعاملي معي بطريقة أنا مو هي اللي بدي إياها، أنت بتحبيني بس ما هي المفتاح تبعي. تمام. فهون شو بيقولوا، شو هن المفاتيح؟ أني أنا كرس وقت للي بحبه، اني انا شجعه بكلمات ودائما يكون في عندي ثناء، اني انا اتبادل معه الهدايا، اني انا اعمل شيء بحبه من اعمال، من خدمات، من مساعده، اني انا يكون في عندي اتصال بدني كضم، كاحتضان، كتقبيل. هي اللغات الموجوده طبعا نفسها موجوده عند الاطفال، بس انا بدي المفاتيح، وفي ناس بدي اياها كلياتها بس بتوازن. تمام. فانا بصير بعرف بقول 1 2 3 4 5 عندي هدول، وانا بصير اتاقلم مع الطرف الاخر شو المفتاح الاول له، اللي ما بصير معي اي مشكله فيني فوت من خلاله عليه. فهون ببلش بصير انه ما عاد في خلافات، او خلافات ما بنقول 100% بتروح، بس هي بتخف لانه انا بلشت افهمه للطرف الاخر كيف بفكر. هذا بالنسبه للكبار ويطبق على الاطفال. اذا بدي فوت بشيء كثير تفصيلي للطفل فانا بنصح بهذا الكتاب اللي هو الثقافه العاطفيه. الثقافه العاطفيه
اللي بتعود الطالب والطفل كيف من هو وصغير شو يعني تواصل اجتماعي، كيف بيكون تواصلي مفتوح، كيف بيكون تواصلي إيجابي، كيف بكون فعال، شو الشيء اللي لازم أعمله وليش بدي أعبر، شو بتفيدني اللغة التعبيرية أنا. يعني في أولاد كتير عنا وفي كبار بيحبوا بس ما بيعرفوا يعبروا، نحن بدنا نخلق هذا الحافز اللي عنده لحتى يعرف يعبر. ليش بدي يعبر أنا؟ شو السبب إنه بدي يعبر؟ لأنه أول شيء إذا عبر هو بيطلع هاي المكنونات اللي عنده جواته، وثانياً بيعرف يتعامل. يعني مثلاً أنا لا سمح الله صار عندي ظرف مؤلم، حضرتك لما بتجي وأنتي مغروس فيكي هاي القصص بتعرفي إنه ألمي صعب، فبتكوني عم تحسي فيني بطريقة أقوى من اللي ما بيعرف يعبر كثقافة عاطفية. فهذا الفرق، فنحن بحاجة دائما لندعم بعض، بحاجة لنكون أقرب من بعض. فلما منعزز هاي اللغة العاطفية منكون أقرب، متواصلين أكثر، فعالين أكثر، شو ما واجهتنا مصاعب بيضل الدعم موجود كأفراد. هي بالنسبة للأولى. نعم، يعني كمان يمكن نرمي المهارات الحياتية هي مهارات صعب اكتسابها مثل ما حكيت الدكتورة، لكن يمكن بأساليب معينة فينا نكتسبها أو طبعاً من خلال تجاربنا بالحياة. أكيد. لكن خبرينا اليوم نحن بعصر الانترنت والسرعة وثقافات متعددة عم تفوت علينا، ويعني حتى شرائح متعددة من الناس عم يمكن عم نتعرف عليها كمان هون، هل هي ثابتة مع كل الناس هي الثقافات؟ أحياناً نتعامل مع شخصيات نرجسية أو أنانية أو حتى ممكن فيها نوع من الصعوبة للتعامل معها. هي المهارات اللي عدتيهم ممكن أنه تصلح حتى نتعامل مع هدول الأشخاص؟ إيه أكيد. هلأ هدول مو قصة ثابتة، هن أساسيات، بس هن بيطلع عنهم تفرعات كتيرة. أنا لما بصير بقرب من الشخص بعرف، يعني مثلا هو لما بيتضايق مني من موقف اثنين ثلاثة عم يتكرر، إما المشكلة بتكون عنده لأنه عنده مشكلة هو بهذا النمط، أو المشكلة فيني ممكن أكون أنا غلطانة. صحيح. فأنا هون شو بدي يصير؟ بدي قوم هذا السلوك، بدي أقول أنا يا ترى هذا سلوكي اللي اتبعته أنا، يعني أنا عم بظلم حالي وقت بقول أني أنا غلطانة ولا لا فعلا أنا غلطانة. وأعداد الحوار العاطفية هي الأجدى هون بهي النقطة. نحن عم نحكي بالعموميات، بس يعني مثلا اذكري لي أي مشكلة وخلينا نطبق عليها العشر مهارات، شوفي شو المشكلة بتضل ولا لا. أي مشكلة بدك ياها، يعني أي شيء بيخطر عبالكم، مثلا بدكم وضع اقتصادي، تمام؟ وضع اقتصادي هلأ متردد، ونحن مختلفين بظروفنا المادية بالفكرية بكل شيء. طيب خلينا نحمل التعدادات اللي نحن بدنا اياهم ونشوف إذا أنا على خلاف مثلا مع رب العمل اللي عندي أنا على موضوع مادي اقتصادي، أو مع زوجي أو مع أخي أو مع أي حدا. طب إذا أنا عندي أول شيء لغة عواطف، خلينا نطبق هيك على مثال حياتي عملي بين الزوجة والزوج، خلاف على مصروف البيت اللي هو اليومي كتير. تمام، خلينا ناخده. أوكي، عنا المشكلة الاقتصادية، أنا عندي لغة عواطف ومشاعر دافئة، بعرف أحكي وبعرف كيف أجذبه لهذا الطرف الآخر ومفاتيحه بعرف. فأول مشكلة راحت، اللي هي أنا بعرف كيف حاوره. تمام. ثاني مشكلة اللي هي أنا بقدر أتحكم انفعالياً بسلوكي بتعاملي مع الضغط مع الظرف مع المشكلة. إذا أنا عندي هاي المهارة فكمان انتهت المشكلة الثانية، أنا ما بقى أعصب أنا وياه على قصص صغيرة. ممكن يكون في انفعال، بس في فرق بين يكون في عياط وصريخ وبين أنه نحن متضايقين ومزعوجين. لما بيكون في عندي مهارة تواصل اجتماعي أنا حكون كسبانته، لأني بعرف هذا الشخص كيف بيجي. لما بيكون عندي مهارات حياة عملية وفكرية، كيف مهارات الفكرية اللي هي مهارات التفكير، يعني مثلا في عنا من ضمن المهارات اللي هن 60 مهارة البدائل والحلول، انه انا دائما كل ما بصير عندي مشكلة عندي بديل. مثلا اذا بدنا ناخذ على نفس المثال اللي حضرتك عم تحكي فيه المطبخ، انه ما بتصير تدقق على الاغراض اللي هي مثلا بدها تساوي فيها طبختها، ممكن تساوي من كل شيء متوفر وتخترع شيء جديد، او تعمل تدوير اذا ناقصها شيء من اغراض المنزل ما تضطر تشتري. اللي عنده هذا طريقة التفكير هاي ما بينطر الطرف الثاني. طيب إذا طول ما أنا عندي قدرة على التطوير فأنا معناتها عم بتعلم من أخطائي، فانتهيت من هاي المشكلة، إنه أنا ماني متشبسة وعنيدة برأيي إنه لا أنت أنا الصح وأنت الغلط. هلأ منجي لإدارة السلوك، فأنا أعرف أدير سلوكي بهذا الموقف لأني أخذ هاي المهارة،
وإذا فيني أعتمد على ذاتي رح أشتغل أي شيء لأقدر ساعد هذا الزوج بمصروف البيت قدر الإمكان. وفي والدليل إنه أعمال الإنترنت التسويق المنتشرة قديش عالم عم يشتغلوا فيها، هن قاعدين ببيوتهم ساعتين من الوقت ومو بالضرورة يكون فيها سي في أو شهادات، العالم كتير عم تشتغل وعم تحصل مردود مادي فيها. الإضافة لأنه أنا قدر الإمكان مع ظرفي بتمتع بصحتي، مو ضروري أعمل نظام غذائي فاحش بهي الظروف، بس قدر الإمكان أنا بعرف إيمت لازم أشرب مي سخنة الصبح على الريق، إيمت لازم ألعب رياضة، شغلات ما بتكلفني كتير مادياً قدر الإمكان. بحافظ على سلامتي، ما بروح على الأشياء اللي بتسبب لي خطر وأذية. بالإضافة إذا أنا كنت أنا وياه مختلفين بطريقة المذهب أو الشريعة أو الشيء المتبع، فأنا شو بيصير؟ بحترم هذا الاختلاف. إذا احترمت اختلافه وتقبلت هذا الشيء فأنا ما عاد في معي ولا مشكلة، اذكري لي نكشة ممكن تطلع، ما بقى يطلع هون عندي نكشات لأنه المحاور الأساسية صارت موجودة عندي. وإذا تبحرت وعرفت مفتاحه من خلال لغات الحب الخمس، فأنا بعرف كيف بدي فوت على السيرة معه. يا ترى هو بدي أقعد معه وقت قديه؟ في رجال بتقول إنه بس تعي عدي شوي، خلص تركي قصص المطبخ والبيت، عدي بس 10 دقائق خلينا نسهر. في يعني في زوجات هي فعلا بتكون ظالمة حالها وظالمة الزوج معه. طيب ممكن هو بحاجة لكلمة حلوة بس أنا ما بعرف أحكي، أنا بشتغل على اللغة التعبيرية تبعي، ممكن هو بحاجة لهدية بس بسيطة كتير، ما القصة بالتكاليف ممكن زين بالبيت زينة بسيطة، ممكن أعمل كيك، ممكن أعمل طبخة صغيرة بتعبير عن محبتي، يعني ما بالضرورة دائما تكون الهدية فاحشة وماركة، مو هي الفكرة. يعني ممكن ساعده بشي، مثلا عنده وراء حسابات إنه شو فيني ساعدك أنا حتى لو ما رضي، بس أنا قدمت عرض من هذا العروض اللي عندي. إضافة للغة الاحتضان والضم، لأنه الرجل كمان هو طفل صغير يعني كمان بحاجة لهي اللغة، إضافة للأشياء الثانوية اللي أنا هلا ما عم بحكي فيها هي القصص الجنسية، عم بحكي على الاتصال كعاطفة كاحتضان كتقبيل. فهي الأشياء رح تدعم هي رح تدعم المشكلة، يعني أنا ما عاد عندي مشكلة بهذا الموضوع. ونحن كمسؤولين بمؤسستنا شامل ياسمين ضوينا على هي النقطة من خلال الأطفال. كيف؟ نحن صار عنا برنامج على المنصة التربوية السورية عم نحكي فيه عن هي المهارات بس بطريقة مبطنة للطفل. الأم كيف تعرضها؟ كيف أنا بدي أعززها من أنا وصغير؟ بطريقة القصة، بطريقة نشاط، بطريقة شيء ورقي عم نشتغله. هي القصص عم يكون في لها برنامج اسمه الأنشطة القيمية، عم تنغرس المهارات باللاوعي عند الطفل لما الأم بترجع بتقدم هذا الشيء لطفلها. بالإضافة للمنهج الكامل اللي عم يتقدم اللي هو منهج المونتيسوري على مدار الأسبوع، من أركان الحياة العملية، من الأركان الفنية إلى آخره، اللي كلها بتعزز الاعتماد على الذات عند الطفل، وأنه كيف يكون طفل قوي، كيف يكون متوازن بين عقله وبين قلبه. كل هاي الأشياء بتدعمه وبتدعم الأم، يعني نحن قدمنا لها هذا الشيء بس افتحي وطبقي. صحيح. ما عاد في حجج انه نحن وضعنا الاقتصادي صعب ما نقدرين نسجل بكورسات، اوكي موجود الكورس موجود بس افتحي وكوني موجوده انت طبقي معنا خطوه بخطوه باشياء بسيطه، وعم نعمل تدوير وعم يعني عم نبسط نبسط نبسط، لانه يعني اقل مستوى تعليمي يقدر انه يوصل حكينا له ببساطه. فبظن ما عاد في حجر، ما بعرف في لسه يعني ما بعرف بتكون ما بعرف اذا زينب عم تفكر مثلي انه الكلام كثير حلو وكثير بيعمل اثر ايجابي، ولكن مدى اكتساب هي المهارات هو سهل او كيف نحن بدنا نكتسبها؟ عشان هيك بدي اسالك، هي المهارات حضرتك عم تذكري غرس هي معناتها فينا نقول مكتسبه وليست انه فينا نقول انه هي وراثيه. وخليني اسالك هيك سؤال، بهي الظروف اللي نحن عايشينها اختاري مهاره حياتيه برايك، نحن هون خلينا نحكي كثير ضروري انه الافراد يكتسبوها هي مانا موجوده، وكيف بدهم يكتسبوها؟ خلينا نساعد العالم، شو هي الخطوات الاساسيه لحتى يكتسبوا هي المهاره؟ تمام. هلا اهم شيء انه في ناس بدايه لسؤالك عندها استعداد انه تساوي، ومو يعني اذا انا ما غرست بطفلي من هو صغير انا ما عندي قدره هلا اني انا اكتسب لهي المهارات. ليش؟ لانه اذا انا هلا عندي رغبه فبكتسبها،
أما فخلص بيروح أثره. يعني الفكرة بالرغبة في طبعا التنشئة الوالدية بتلعب كتير دور. يعني أنا عم شوف البابا والماما قدامي شو عم يعملوا من أنا وصغيرة لكل الفترات الطفولة لليفاعة إلى آخره، فأنا كمان عم باخد شيء لحتى أرجع طبقه. يعني إحنا صورة مصغرة عن أهلينا، بس أنا ما بقبل أنه نحن نكون نحس أهلينا أنه هن قدوة. لا، الأهالي هن عندهم أخطاء وعندهم إيجابيات، بناخد الشيء المنيح ونحن امتداد لإلهم، وليس نحن حاطين المثل وماشيين ورا. تمام. هلا المثال اللي حضرتك بدك اياه، فينا نعتبر هلا انا حابه اكتسب مهاره حياتيه حتختاريها حضرتك، وما انا هي فينا نقول وراثيه، بدها تكون مكتسبه لانه في رغبه، لانه انا بتغير. حلو حلو كثير. كصغار عم تحكي هلا حضرتك، فينا نقول شباب. طيب حاعطيكي مثال حي نحن صار معنا. التواصل الاجتماعي، مهاره التواصل الاجتماعي في كثير كثير ناس عندها مفقوده، وهي مشكله، وخصوصي للطلاب يلي عم يدخلوا مجالات علميه، غالبا اللي بيدخل معلوماتيه طب بالغالب. طبعا ما عم نعممهم. الطلاب بتتردد لعنا كاستشارات انه انا ما عم بعرف احكي مع الطرف الاخر، انه انا بس بدي اذا قال لي مرحبا قل له اهلين، ما عم بعرف احكي، عندي يا انطواء يا خجل وكل امراض هي، يا اما انا بتلبك يا ما عندي توتر، فانا شو الحل؟ الحل انه يصير برنامج تدريبي لكل شخص فيهم. نحن مختلفين بس نحن بننزل على ارض الواقع. يعني مثلا بالتجربه كيف؟ اول شيء حكينا انه نحن بدنا نغرس. طيب اوكي، الغرس شو كيف بده يتم؟ بده يتم لما انا بكرر بكرر بكرر، فبصير بيتشبث هذا التصرف او السلوك اللي انا بدي اغرسه او المهاره. بعدها انا بدي اجي لمرحله اسمها التفاعل، هي المرحله هي اللي بتخلق التجربه اللي هي التجريب. في طلاب ترددوا صاروا يقدموا عروض تقديمية عنا بالمؤسسة لحتى يكسروا هي الرهبة. يعني أول مرة فمتحس الشخص واقف إنه ما فيك تحطي له أي علامة تقييم لأنه ما نعرف عن يحكي شيء. مرة عن مرة مرة عن مرة بلش يتطور شوي شوي، بيكسرها لما بيكون لحاله. مرة تانية في عنا مجموعة موجودة بيكسر قدام ناس غرباء. المرة الثالثة قدام ناس خارج نطاق المؤسسة عنا، يعني هنا ما بيعرفون أبدا، ما شافون ولا مرة. المرة اللي بعدها مننزله على أرض الواقع، أنت بدك تنزل هلأ يا بدك تعمل مثلا موضوع عقد نحن مثلا بيننا وبين هي المؤسسة أو هذا المركز، أنت اللي بدك تحكي، ومنكون نحن متفقين سلفا مع المركز الثاني. فشو بيعمل؟ بيقدم على هي الخطوة وهو هي مو خطوته، بس ما جرب مرة وتنتين وثلاثة. ما بقول لك إنه منوصل لنتيجة 100% فورا، بده وقت. يعني في طالب معلوماتية أخذ معنا 6 شهور، تمام، وفي طالبة أخذت معنا 2 شهر لأنه هي كان عندها استعداد وعم تضغط على حالها، بدها. فهذا الشيء الرغبة الشخصية بتلعب كتير دور فيه، وبيلعب الوالدين لما بيجي أنا بعزز مثلا كثقافة أسرية، بقول له أنا مثلا شو بدك، إنه مو ضروري هي العلاقات كلها، بالنهاية أنت بس عملك اللي يعني وسط عملك اللي بيهمك، شو بدك بالناس اللي حواليك، شو بدك بالطلاب، شو بدك. هي القصص كمان بتعزز أشياء سلبية عند الطرف الآخر، فكيف هن عم يغرزوا، كيف هن عم ياخذوا. ممكن يتحدى الطالب ويطلع عن هذا السيستم اللي الأهل راسمينه، هذا الشيء برغبته، بس هو كل برنامج مختلف، برنامجك مختلف عن برنامجي، مختلف عن حضرتها، كل حدا له برنامج معين لأنه تنشئتك مختلفة، بيئتك مختلفة، المكان اللي تعلمتي فيه مختلف، الوسائل اللي كانت حواليك كمدرسة كأصدقاء كبيئة مختلفة. فما في شيء ثابت 100%، بس في شيء بدعونا انه نحن نطور اكيد. وسبق نحن وحكينا بحلقات سابقه عن موضوع التطوير الشخصي، قد ايه نحن لازم يكون في عندنا مستويات. هلا طبعا ما حارجع رد احكي فيه، بس حلو نربطه كونه نحن جايين على سنه جديده بخطه سنويه. كيف يعني؟ يعني من جوا كون انا اول شيء ممتن لكل شيء صار معنا بالسنة. هاد كنت اسألك عليه دكتورة، لأنه جاي بكتاب كمان أنت مبهر كل يوم. تمام. وهذا كمان من المهارات اللي هي قانون الجذب، جذب الطاقة الإيجابية حتى يضل في عنا تفاؤل ونستمر، ما يكون عنا هذا الإحباط اللي ممكن يعمل كتير مشاكل. فكمان خبرينا عن هي القصة وهي المهارة الحياتية اللي هلا نحن بحاجتها بآخر السنة
قطعا يعني. تمام، هلا انا حقول انه كيف نحن نكون يعني نكون مرتاحين قدر الامكان، ما حفوت بالطاقه او بالجذب لانه اختصاصي ارشاد مو طاقه. تمام. فبس بالفكره، الفكره العامه ضروري يكون انا ممتنه لكل شيء مرق بالسنه. يعني قديش الناس عم تقول خلصونا بس خلوها تخلص لهالسنه، خلوها على خير. تمام، انه اوكي مرينا باشياء صعبه، ويمكن انا شخصيا كياسمين يمكن اصعب سنه مرت علي بظرف قاسي اللي هو فقدان البابا، يعني هو يمكن اعز شيء يعني ممكن يصير انه شيء موقف صعب، بس انا ما قلت انه هي السنه السيئه بحياتي، هي مؤلمه ايه، بس انا اكيد اكتسبت فيها خبرات واكيد ممتنه لكل شيء صار، لانه في شغلات نحن ما فينا نحكم عليها، رب العالمين هو اللي بيكون عم بيختار لنا الخير. فالامتنان ضروري، اني عاهد حالي يعني كذكر ولا كأنثى أنه أنا في عندي سيستم معين بدي أمشي عليه، بدي يكون مثلاً قريبة من، بدي أعمل أعمال خيرية مو ضروري تبرعات، ممكن الكلمة، بدي يكون قريبة من وسطي، صلة الرحم تكون موجودة، أشياء بسيطة أوعد حالي وعاهد رب العالمين أني أنا رح ساويها. ضروري أني يكون مستعدة لكل شيء بيمرق خلال هي السنة، وأنوي أني أنا أطور حالي باستمرار. هلا هون لما بيكون في عندي مقارنات ما أقرب على مقارنات بغيري، يعني انا ما فيني قارن حالي بحضراتكم، كل حدا له شخصيته وبصمته وكيانه، ومو ضروري كثره الانجازات هي اللي بتقيم، لا انا سعيت والسعي لوحده هو شيء عظيم حتى لو ما حققت، لانه هلا اللي منتشر جدا على وسائل التواصل انه كل حدا بيحط انجازات السنه، طيب هي الام اللي هي عم تشتغل بالاطفال يعني هي ما انجزت مثلا؟ يعني الفكرة مو بإنجاز العمل فقط، كل واحد بالمجتمع له دوره، كل واحد له دوره. هي بالإضافة للخطة، الخطة العامة اللي أنا بدي أرسمها لكون فعلا مبهرة لهذا الكتاب اللي حضرتك عم تحكي عنه لجين أنت مبهر كل يوم، هو كتير كتاب بسيط بيورجينا كيف يضل عنا حافز بالحياة لحتى نشتغل صح ويضل عنا هي الطاقة الحلوة اللي عم ترجع تمدنا. المخطط السنوي حلو نرسمه بس مو ضروري يكون دقيق كتير بهي الظروف، يعني أنا برسم خطة سنوية شاملة وبعدين بقسمها لأهداف صغيرة وأهداف أهداف كبيرة وأهداف صغيرة. إذا صار أي عائق بتأقلم مع العائق اللي بيصير، يعني إذا ما تحقق مو يعني هي المصيبة إنه إذا ما تحقق. تمام. اكتشف المواطن السلبية والإيجابية عندي لأعرف إنه هي الخطة يا ترى بتنفع معي ولا ما بتنفع. نعم. نحن بنتمنى دكتورة ياسمين خلص وقتنا للأسف عنا موجز. تمام. إنه هيدي عن جد يمكن النصائح يستفيدوا منها الكل، وخاصة إنه نحن مقبلين على سنة جديدة، كانت السنة يمكن سنة هيك تجريبية لكل الشعب السوري بكل الظروف المرأة أنا فيها. إن شاء الله. مثل ما قلنا أهم شيء الصحة، أهم شيء الأحباب، أهم شيء إنه سعينا. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك. شكرا كثير لك دكتورة.